السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله تكون عبارة عن ساندويتش معمر بشرائح ديال لاداد. المعادير ديالو جد بسيطة وكذلك الطريقة ديال التحضير جد بسيطة. غادي نخليكم مع المعادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج في هاد الساندويتشات ستيك ديال لاداند، او ممكن تستعملوا حتى ديال الدجاج. غادي ندير فيه واحد المعلقه صغيره ديال الحامض او الخل الابيض. غادي ندير فيه واحد معلقه كبيره ديال صوص الصوجة، معلقه كبيره ديال الموطارد، شويه ديال الملح على حسب الذوق، شويه ديال الابزار، غادي ندير شويه ديال القزبر يابس مطحون، غادي نخلط كلشي مزيان وغادي نخليه يرتاح في الثلاجه واحد نص ساعه، او ممكن مثلا ديروه بالليل وتخليوه حتى الغداء باش توجدوه، حيت هو كل ما شرب هاد العطريه كيجي بنين. دابا من بعد ما ارتاح الدجاج ديالنا او لاداند، كناخذوا لا شابلور او الخبز محمص ومطحون وبيضه مطربه، غادي نزيد عليها شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح. ممكن كذلك تزيدوا حتى البيض او الفورس، كديروا هو الاول عاد باش كديروا البيض عاد باش كديروا لا شابلور. غادي ناخذ قطعه من لاداند ديالنا، غادي نديرها في البيض، نحاول نديرها من شوي بجوج، الزيت انا درتو كيسخن. وغادي نديرها في المقلة يطيب في الزيت، غادي نديرها في الزيت وبنفس الطريقة غادي نكمل جميع القطع اللي عندي. ممكن انكم تقطعوهم على الحجم اللي بغيتو نتوما. من بعد ما طابوا الشرائح ديال لاداند ديالنا، غادي ناخذهم يا اما كنخليهم بحال هكا وكنديروهم على شكل ساندويتش، او كنقطعوهم اشريطه. دابا من بعد ما حضرت الدجاج او لاداند اللي وريتكم الطريقه ديالو، غادي نحتاجو كذلك الخص مقطع هكا اشريطه طوال، غادي نحتاج الفلفله اي لون متوفر عندكم. انا خديت هنا الاحمر والصفر والخضر، قطعتهم شحرتهم في شويه ديال الزيت وقطعتهم طوال بحال هكا. غادي نحتاج كذلك عندي هنا فرماج مربع، مايونيز، وعندي هاد الخبز ديال الساندويتش، غتلقاو الوصفه ديالو في رابط اسفل الفيديو. اول حاجه حليت الخبز ديالي، غادي ناخذ شويه ديال المايونيز، غادي نديرو هو الاول، غادي ناخذ شويه ديال الخس. هاد الساندويتش هذا يصلح يا اما في ايام مدرسة يديهم مع مدرسة الدراري المدرسة، او ممكن انكم الا كنتو غادي للبحر او اي بلاصه ساهلين دغيا كيتحضروا، ما كياخذوش وقت كثير. ممكن انكم تصيبوا هاد الساندويتش وتخليوه في المجمد، يعني كنعني غير الخبز ماشي ساندويتش كامل. غادي ندير لاداند،
غادي ندير شويه ديال الفلفله يا اما كنخلي الساندويتش ديالي هكا يا اما كنزيدو قطعه من الفرماج او الجبن المربع. هادو هما الساندويتشات ديالنا، كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم وتجربوهم، هما كيجيو لذاد بزاف وبالصحه والراحه.